السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. زيد النبي صلي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم فكرة حلوة جدا جدا لعلب محمد صلاح. اتفرجوا على الفيديو والأفكار لحد الآخر، إن شاء الله هتستفادوا. فكرة ب5 جنيه ما شاء الله تبارك الله، هتخلي المنتج اللي عندك يمشي صاروخ. ما يطلب منك اللي يطلب منك علبة، لا يطلب منك 20 و30 و50 علبة ان شاء الله باذن الله. مشروع حلو جدا، مكسبه حلو جدا 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 ان شاء الله. ربنا يرزقكم ويرزقنا، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في كومنت. نبدأ معاكم الفيديو على بركة الله ان شاء الله باذن الله بالافكار اللي معايا. فكرة يا حبايب بقى اللي معانا بتاعت ال5 جنيه، فكرة حلوة جدا جدا بتاعت علب محمد صلاح ما شاء الله تبارك الله. اتفرج بس على الفيديو كده معانا ان شاء الله لحد الاخر، باذن الله هتستفاد ان شاء الله باذن الله بالفكرة دي، وهتطلع منها كسبان ان شاء الله باذن الله. بفكرة حلوة جدا، بمكسب حلو جدا، بمكسب علب محمد صلاح دي ما شاء الله تبارك الله هتستفاد منها بكتير جدا جدا جدا. فكرة ب5 جنيه هتخليك فعلا مليونير زي ما بيقولوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا معانا الكيس السحر ده فيه كل الحاجات الصغيرة اللي تتحط في علب محمد صلاح ما شاء الله. المنتج ابو جنيه شغال ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا. نبدأ على بركة الله. نقفل العلبة، نقفل العلب ونرجع لكم تاني عشان برضك ما ناخدش وقت معاكم في الفيديو طويل، عشان في ناس بتحب الفيديو يبقى طويل، في ناس بتحب الفيديو يبقى قصير. هنقفل ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، احنا قفلنا طبعا العلب، عشان كده بقول لكم قفلوا الشغل قبل ما تبداوا في اي تصوير معاكم او اي حاجه بينجز معاكم. نرجع تاني ان شاء الله باذن الله. اهو ما شاء الله تبارك الله، بفكره حلوه جدا 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 وما شاء الله تبارك الله. معانا اول حاجه كده ايه، العلبه اهي فاضيه. بنعمل فيها ايه؟ بنجيب كده الورقه والقلم وبنكتب هنا كده اهو مبروك كسبت، نكتب الكلمه ونرجع لكم. بس عشان للاسف مفيش حد معايا، انا ايه، انا اللي بصور اهو. كتبنا، اعتبر كتبنا الكلمه اهو، مبروك كسبت نص جنيه، مبروك كسبت نص جنيه. بتطبق كده 4 تطبيقات، تطبق 4 تطبيقات كده اهو ما شاء الله تبارك الله. اهو فكرة حلوة جدا جدا جدا، وتروح محطوطة في قلب العلبة اهي، اتحطت في قلب العلبة معاها لبانة، وبنقفل العلبة على هذا الوضع كده اهو، وبتتقفل. بس بقى ايه، العلبة بتتقفل، هنوريكم اي لزق عشان العيل طبعا ما يفتحش ويرجع اللي هو يفتح العلبة في عند المحل ويفضل يفتح عشان يشوف ايه اللي بيكسب وايه اللي بيقفل. بنعمل ايه، بنروح قافلينها، نقفلها ونرجع لكم. قفلنا العلبة اهو من ناحيتين اهو، اتقفلت كده العلبة بقى بالشكل ده معانا اهو. فكرة حلوة جدا، بأي لزقة عندك بقى، لزق عريض، لزق صغير، لزق كبير، وبنقفل العلبة من ناحيتين عشان الطفل ما يفتحهاش ويقول للبقالة لا ما طلعليش. لا، اي حاجة من ناحيتين كده، تروح من لزقة من الناحية دي واللزقة من الناحية دي، تتقفل كده ما شاء الله تبارك الله. بتتقفل يعني تبقى محكمة، محدش يقدر يفتحها، طفل من الاطفال يقدر يفتحها. بتعمل 24، بتعمل 10 علب من دول عشان بس ما نطولش عليكم الفيديو. 10 علب من دول مبروك كسبت نص جنيه. ال10 علب هي ب5 جنيه، هي دي فكرة المشروع، هي فكرة المشروع. ال10 علب بنص جنيه يبقى ايه، ب5 جنيه ما شاء الله. كل ال14 علبة التانيين، ال14 علبة التانيين طبعا الطبيعي بتفتح العلبة اهي، وبتحط فيها لعبة مثلا دبور اهي، دبور معاه لبانة اهي، معاه مثلا حرف، معاه بالونة، معاه بقى معلقة ما شاء الله تبارك الله اهي. منتج بجنيه حلو جدا ما شاء الله تبارك الله، فكرة حلوة جدا جدا جدا.
هنخلص كل المنتج ده كده ونحطه في كيس 24، و هنوريه لكم في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي ان شاء الله. فكرة حلوة جدا جدا جدا. لو عجبك الفكرة ما تنسناش بلايك وشير، وارجو الاشتراك بالقناة عشان يوصل حضراتكم كل جديد. العدد 24 بيتباع ب20 جنيه، حلو جدا جدا جدا. هو ده الشكل النهائي بتاعه. العلبة اهي اترصت 24 واحدة علبة، 24 علبة محمد صلاح في قلب الكيس، وفيها الـ5 جنيه. الـ5 جنيه دي كل طفل بيطلع له مبروك كسبت نص جنيه. طبعا البقال بيبقى عارف تشرح له، او بتاع السوبر ماركت اللي بياخده منك، كل طفل بيطلع له في العلبة مبروك كسبت نص جنيه، البقال بيديها له، يا اما الطفل بيدي البقال نص جنيه تاني وبيسحب منتج تاني. ما شاء الله تبارك الله، مش بيكمل ساعة او ساعتين عند البقال وبيخلص وبيطلبه منك. عاوز تحط رقم تليفونك بقى عشان بقالي يقدر اللي هو يتصل بيك وينزله له، مفيش اي مشاكل، بقى على الـ5 جنيه. حلوة جدا جدا، فكرة بجد حلوة قوي قوي ما شاء الله. ناس كتير الحمد لله والشكر يا رب السحب من عندها. شغل بنفس الطريقة دي كده ما شاء الله تبارك الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.